واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جميع الطروس ماروك. هذه القناة تابعة الموقع جميع الطروس ماروك.com. من خلال هذا الموقع تنقدموا لكم شروحات ديال الطروس مكتوبة ومرفوقة بالفيديو، وكذلك مصطلحات والمفاهيم ديالهم، بالإضافة إلى التلخيص والخططات ديالهم، وكذلك التمارين اللي غادا تمكنكم تحضير وتهيئ الطروس ديالكم بواحد الطريقة اللي هي أوتوماتيكية. تعرفنا في الدرس السابق اللي هو تكاثر الجراثيم على مختلف الطرق والوسائل اللي كتستعملها هاد الجراثيم باش تكاثر ويزداد العدد ديالها. أما اليوم فغادي نتعرفوا على الأضرار اللي كتسببها بعض الجراثيم الضارة بالنسبة لجسم الإنسان، واللي كتسمى بالخمج الجرثومي. ملاحظة: إلا كنتي مازال ما شفتيش الدرس السابق فكيتوجب عليك تشوفه ضروري، حيت هذا الدرس كيعتمد على الدرس السابق بشكل كبير. غادي تلقى الرابط ديال الدرس السابق في الوصف ديال الفيديو. وما تنساش ملي تسالي هذا الفيديو تقوم بإنجاز التمارين اللي تنقدموها لك على الموقع ديالنا. غادي تعاونك بشكل كبير في التهيئ والتحضير لهذا الدرس، حيت غادي توريك الإجابات الخاطئة ديالك وكذلك الإجابات الصحيحة، وغادي تمدك بنقطة تقييمية كتقيم الإجابات ديالك بشكل عام. إذن ندوزو للدرس ديالنا. نبداو بتعريف الخمج الجرثومي. أشنا هو الخمج الجرثومي؟ الخمج الجرثومي هو التهاب كيسبب تسرب الجراثيم للجسم والتكاثر ديالها فيه، اولا من خلال السمين اللي كتفرزوا هاد الجراثيم ملي كتدخل لجسم الانسان. وهذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في هاد الامثله التاليه. نبداو بالمثال الاول وهو جرثومه عصيات الكزاز او لا الكزاز. تعيش جرثومه عصيات الكزاز في التربه بلا شمس وبلا هواء، يعني هي ما كتحتاجش للشمس باش تكبر وما كتحتاجش للهواء تستنشقه باش تعيش، وكيمكن ليها التكاثر عن طريق التبوغ. هاد الطريقه في التكاثر ديجا شرحناها في الدرس السابق. وملي ما كيكونش غاز ثنائي الاكسجين كتحول الابواغ ديالها الى عصيات الكزاز، وهذا هو السبب اللي كيخلينا نسميو عصيات الكزاز بانها جرثومه لا هوائيه، حيتاش كتعيش بلا هواء وهي غير قادره على العيش في مكان به الاكسجين. يعني الا اديتيها لشي مكان فيه الاكسجين ما تقدرش تعيش. الا حيدتيها مثلا من التربه وحطيتيها مثلا هكايا في الجو ما غاداش تقدر تعيش، غادا تموت. اذا كيفاش كتاثر هاد عصيات الكزاز على جسم المصاب وما الاعراض ديالها؟ نبداو بالطريقه اللي كتسرب بها هاد الجرثومه الجسم المصاب. كيف ما قلنا بلي جرثومه الكزاز كتكون موجوده في التربه، اذا يمكن لاي شخص كيعمل في التربه كيبحال الفلاح مثلا او لا شي دري مثلا كيلعب في التراب او لا شي، المهم اي واحد عنده اتصال مباشر مع التربه وكان عنده شي جرح معين في الايد ديالو ولا في رجلو، وهذاك الجرح قاس ديك التربه اللي ملوثه بجرثومه الكزاز، كتقدر في ديك الحاله الجرثومه تسرب من التربه الى الجرح ديالو وكتدخل الجسم. ولكن كاين واحد القضيه هنايا غريبه، هي ان الدم معروف عليه كينقل غاز الاكسجين، اذا كيف ما قلنا جرثومه الكزاز ما تقدرش تعيش في مكان به الاكسجين، الا وصلت للدم غادا تموت وما غاداش تاثر على المصاب. اذا كيفاش كتاثر على جسم المصاب؟ باش تاثر جرثومه الكزاز على جسم المصاب بها ما كتنتقلش هي للدم، لا كتحشى في واحد المناطق عميقه من الجرح ديال المصاب. يعني مثلا الا كنتي انت مجروح في يدك هي كتحشى غير في الجناب ديال الجرحه، ما كتمشيش هي للدم وتسيح فيه. وملي كتستقر في ديك المناطق العميقه من الجرح ديال المصاب كتطلق السمين اللي كينتشر في الدم. يعني هي على حسب هاد الهضره كتاثر على جسم المصاب بواسطه الماده اللي كتطلقها اللي هي السمين. السمين هي نوع من انواع السموم. هاد السمين تسبب للإنسان تشنجات وتصلبات في العضلات ديال الجسم، وإلا ما تلقاش المصاب العلاج اللازم في الوقت المناسب كيقدر يوصل التصلب إلى عضلة القلب مما يؤدي إلى الوفاة. أشنو هما التشنجات والتصلبات؟ التشنجات والتصلبات هما بحال الكريز، يعني مثلا تتلقاه مكنزز العضلات كلها كتجمع وكتكنزز ما كتقدرش تبقى تحكم فيها،
وإلا بقى داك السم كينتشر في الجسم تيوصل لجميع العضلات اللي منهم القلب. القلب حتى هو عبارة عن عضلة، إلا مش حتى تصلب القلب يعني الوفاة العاجلة. إذن كيبان لي دابا بلي راك فهمتي مزيان الطريقة اللي كتسرب بها جرثومات الكزاز الجسم والأعراض اللي كتسببها ليه. إذن دوزو إلى المثال الثاني وهو الزكام الحموي. كتعتبر الزكام خمج حموي. وعلاش تسميناه بهذا الاسم؟ حيت هو كينتمي إلى صنف الحومات، هادشي ديجا تعرفنا عليه في الأنواع والأصناف ديال الجراثيم. بالنسبة اللي ما عرفش شنو هو الزكام الحموي، فهو الكحبة والرواح اللي كيسبب الإنسان. إذن دابا خصنا نتعرفوا على الأعراض اللي كيسببها الزكام الحموي لجسم الإنسان. كتبدا الأعراض ديالو بارتفاع في درجة الحرارة ديال الجسم والشعور بالألم مختلف المفاصل والعضلات مع صداع شديد في الرأس، يعني كيضرك راسك بزاف. ومن بعد كتبدا في الزكام، يعني كتبدا تكحب وكيولي عندك التهاب في الحنجرة والقصبات الهوائية، وكينتهي هذا الشيء لا قدر الله بتعفنات رئوية خطيرة وهي اللي كتسبب الوفاة. فعلى سبيل المثال في سنة 1918 ميلادية تسبب الزكام الحموي في مقتل 20 مليون إنسان، هذا الشيء بسبب تطورات اللي عرفها المرض في الأجسام ديالهم، حيت وصلوا حتى لدرجة أن الرئات ديالهم كتحدث فيها تعفنات خطيرة مما أدى إلى الوفاة ديالهم. وبهذا غادي نكونوا سالينا هذا الدرس. إذن ما عليك دابا إلا تقوم مراجعة المصطلحات والمفاهيم ديال هذا الدرس، غادي تلقى الرابط ديالها في الوصف ديال هذا الفيديو، غادي تبرك عليه وغادي تخرج لك الصفحة فيها جميع المصطلحات والمفاهيم اللي خاصك تراجع. من بعد ما تراجع هاد المصطلحات والمفاهيم غادي تقوم بإنجاز التمارين اللي تنقدموها لك على الموقع ديالنا، غادي تلقى الرابط ديال هاد التمارين في الوصف ديال الفيديو كذلك، أو لا في الأسفل ديال الصفحة ديال المصطلحات والمفاهيم كيف ما كتشوف. من بعد ما غتضغط على هذا الرابط ديال التمارين غادي تخرج لك هاد الصفحة فيها عديد من الأسئلة مرفوقة بإجابات اختيارية. حنا غادي نقوموا بالإجابة بشكل عشوائي على جميع الأسئلة، ولكن انت خاصك تجاوب بداكشي اللي عارف. من بعد ما تسالي الإجابة على كافة الأسئلة غادي تضغط على هذا الزر اللي هو انفوي او لا ارسال، ومن بعد ما غتبرك على هذا الزر غادي تطلع هكا وغادي تلقى زر اخر سميتو عرض النتيجة او لا افيشي لا نوت، غادي تبرك عليه كذلك وغادي تخرج لك هذه الصفحة. فهاد الصفحة غادي تلقى هنايا اجمالي النقاط اللي جبتي، وبالنسبة للإجابات الخاطئة والصحيحة غادي تلقى الإجابات الصحيحة ملونة بالأخضر، أما الإجابات الخاطئة ملونة بالأحمر. بالنسبة للإجابات الصحيحة كتلقى واحد الكومنتير مكتوب لك تحت منه جيد إجابتك صحيحة، أما بالنسبة للإجابات الخاطئة فكتلقى كومنتير آخر مكتوب فيه إجابتك خاطئة يجب عليك مراجعة الدرس. في هذه الحالة غادي توجب عليك الضغط على هذا الزر، اضغط هنا لمراجعة الدرس. من اللي غادي تضغط عليه غادي يديك مباشرة الى الدرس، غادي تقوم بمراجعة الدرس مزيان وتعاود تنجز التمارين مرة اخرى حتى تتأكد باللي راك مبقيتيش كدير الاخطاء. والى اللقاء.